تحرص عليها قانونيا، حيث انه بالتنسيق مع النيابه العامه، وهذه العمليه اللي تمت سواء من طرف المصلحه الولائيه الشؤون القضائيه او من طرف القضاء الشؤون القضائيه، وتمت الاحاله ديال الخليه هذه، نتكلم عن الخليه هذه، تمت الاحاله ديالها في اطار من بعد التنسيق مع النيابتين، مع نيابه محكمه الاستئناف ديال الضابطه ومع نحب، لما برز العنصر ديال التطرف وديال الانجاز اللي تتعلق بالامر الجريمه الارهابيه، تمت الاحاله، تم الايقاف في نفس اليوم وتمت الاحاله في نفس اليوم، وتم اجراء تفتيشات في اطار قانوني لسرق حضور الاشخاص المشتبهين، وتم اشعار العائلات ديالهم بانهم وضعوا تحت حراسه نظريه في الساعات القانونيه وعندهم الحق في المحامي، يعني من ناحيه لا من الناحيه الشكليه ولا من الناحيه الجوهريه، كل شيء يتم يعني باجراء قانوني، لم يكن هناك اي تماطل او سبق ان كان هناك اي تماطل في هذا. المهم هو محاربه الجريمه واحترام في اطار احترام حقوق الانسان ومبادئ الحقوق الفرديه حتى الاشخاص المشتبه فيهم. تحدثتم على ان المغرب مستهدف من طرف التنظيمات الارهابيه كم مره؟ طبعا على ان المملكه المغربيه في اطار التعاون الدولي انخرطت يعني بشكل يعني لا مشروط في محاربه الارهاب منذ الاحداث ديال سبتمبر 2001، وكذلك من خلال هذا الانخراط ديالها اصبحت يعني مستهدفه من طرف التنظيمات الارهابيه العالميه. لا داعش ولا القاعده دائما كيبحثوا على ايجاد لا سيما داعش موطئ قدم هنا بالمغرب، ولكن لقضاء ديال الاجهزه الامنيه والمدير العام لمراقبه التراب الوطني وباقي جميع الاجهزه الاخرى، لان هناك تنسيق، هناك شموليه في التنسيق ما بين جميع الاجهزه الامنيه الوطنيه، لا على المستوى الافقي ولا على المستوى العمودي، الشيء الذي يعني جعل من المعلومه ان تكون يعني يتم استغلالها في وقت وجيز، ولا يمكن لاي شخص كيفما كان ان يلقي المعلومه لديه او يحتكرها، او هناك منافسه في هذه، لا سيما ان المعلومات تهم جميع الاشخاص. هنا لا ننسى الدور كذلك ديال الاعلام في التوعيه ديال المواطنين، لا ننسى الدور ديال المواطنين كذلك في التبليغ عن ما من شانه ان يمس بسلامه هذا الوطن. ولكن الحمد لله اليقظه والاستمراريه والتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه يعني مكن المغرب من ان يكون دائما في منأى عن التهديد الارهابي. كيكون واحد الاهميه ديالو، كتكون واحد الدراسه، لان المستهدف شرطي وتم الاستيلاء على واحد السلاح اللي هو وظيفي، وتم حرق السياره، وتم حرق الجثه ديال الشرطي الشهيد، هذه كلها معطيات كينطلق البحث سواء فيما يتعلق بالمحور الخاص بالجريمه المنظمه او المتعلق بالتنظيمات الارهابيه، فكلاهما يعني كل كنشوف هذه الاتجاهات الى ان يتم وكيكون التنسيق، يعني ما مشات والنتيجه راه شفتوا النتيجه كيفاش تم.